راديو الأهرام يقدم سكة سفر مع هاني عمارة. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة ونبدأها بالعناوين. تشغيل الجرارات الجديدة مع وصول الدفعات الأولى من عربات القطارات الروسية الشهر المقبل. الوزير يتابع اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للمترو وتشمل النزهة وهشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب والهيكستيب وعدل منصور. شركات النقل الجماعي تتهم رئيس هيئة النقل العام بالتعنت وتناشد المسؤولين التدخل لحمايتها من الانهيار. وداع للتكدس والاختناقات على محور بنها المنصورة مع بدء العد التنازلي للانتهاء من جميع الكباري. لجنة رفيعة المستوى من الجامعة العربية لتحديد الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاع النقل بالعالم العربي. تعرف على تفاصيل طلب الإحاطة للنائب طلعت خليل حول تخفيض أسعار البنزين ويتساءل لماذا لم يتم التخفيض للسولار. هذه كانت العناوين وإليكم التفاصيل. أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أن الجرارات الجديدة ستدخل الخدمة بدءا من أول يوليو، حيث سيتم تشغيلها مع الدفعات الأولى من عربات القطارات الروسية وعددها 35 عربة، وهي المقرر لها أن تصل الشهر المقبل. وقال إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة نقل البضائع عبر السكة الحديد لتخفيف الضغط على الطرق وزيادة العوائد المادية، موضح أن هناك خطة للنهوض بهذا المرفق الجماهيري تتكلف 150 مليار جنيه. شركات النقل الجماعي بالقاهرة الكبرى تتهم رئيس هيئة النقل العام بالتعنت وتناشد القيادة السياسية التدخل لإنقاذها من الانهيار. جاء ذلك في رسالة تقدم بها ممثل هذه الشركات إلى المسؤولين، ويؤكدون فيها تضررهم الشديد من أزمة كورونا ووقف حركة الركاب مع حظر التجوال، في الوقت الذي يرفض فيه رئيس الهيئة الاستجابة لمطالبهم بإعفائهم من تحصيل الرسوم الشهرية التي تحصل عليها الهيئة مقابل الترخيص لهم بالعمل. بعد الانتهاء من 97% من الأعمال، بدأ العد التنازلي للافتتاح الكامل لمحور بنها المنصورة السريع بعد تطويره وإقامة عدد من الكبار والتوسعات في هذا الطريق لتنهي سنوات من الزحام والتكدس ومعاناة المسافرين، حيث يتم القضاء نهائيا التي كانت تؤدي إلى الاختناقات المرورية. ومن المقرر مع نهاية الشهر المقبل أن يتم حسم الخطوة الأخيرة في هذا المحور. قالت مصادرنا أن جامعة الدول العربية قامت بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم عددا كبيرا من الخبراء في مجال النقل والملاحة، وذلك لرصد وتحديد الآثار السلبية والتداعيات التي تعرض لها هذا القطاع على مستوى الدول العربية بسبب أزمة كورونا. اللجنة تضم رموزا على مستوى رفيع من الشخصيات البارزة في هذا القطاع، مقدمتهم اللواء حاتم القاضي رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة، ومحمد مصلح رئيس غرفة ملاحة الأسكندرية، ومن الأكاديمية العربية الدكتورة سارة الجزار عميدة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأسكندرية، والدكتور محمد داود نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية. انتقل إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة، وهي مع حوار مع النائب البرلماني طلعت خليل حول طلب الإحاطة الذي تقدم به إلى البرلمان عن التخفيضات التي تمت مؤخرا في سعر البنزين. ويتضمن هذا طلب الإحاطة أن التخفيض لم يكن يلبي طموحات المواطنين، وأيضا يتساءل في هذا الطلب لماذا لم يتم تخفيض أسعار السولار رغم أنه يدخل في كثير من الخدمات والصناعات، خاصة في قطاعات نقل الركاب وقطاعات المقاولات والأنشطة والخدمات الزراعية. الحقيقة النائب طلعت خليل واحد من النواب المتميزين جدا، ويمكن أكبر تميز له في هذا الشأن
إنه هو بيعبر عن نبض الناس بالفعل، وهو قريب من الدوائر الانتخابية والقاعدة الجماهيرية اللي اختارته، وبالتالي هو دايما يشتبك مع هذه القضايا. ومن آخر هذه القضايا ومن أبرزها خلال الفترة الأخيرة أنه تقدم بطلب إحاطة بعد زيادة أسعار البنزين بعد تخفيض أسعار البنزين 25 قرشا، رغم التراجع الكبير. يعني هو شاف أن المبلغ لا يتواكب ولا يساوي التراجع الكبير اللي حصل في أسعار البترول عالميا، حصل نوع من الانهيار في الأسعار، ورغم ذلك جاءت الأوجاع التخفيض دون تطلعات الناس ودون المستوى. وإحنا سوف نتحدث معه في هذه الحلقة عن تفاصيل هذا الطلب وإلى أين وصل وما هي النتائج. برحب بك طلعت بي. أهلا بك كتر خيرك، متشكر على المقدمة. وصلت إيه لطلب الإحاطة، وصل لغاية فين، وإيه مضمون الطلب؟ ويعني خاصة كمان إن أنت قلت طيب أو طرحت في الطلب ليه ما كانوش خفضوا الأسعار السولار باعتباره بيخش في مكونات كتير من الخدمات والأدوات الآلات الزراعية. طبعا يعني إحنا الحكومة طبعا في ظل الإصلاح الاقتصادي اللي هي عملته كانت بتتكلم على فكرة إنه الأسعار المواد البترولية والمحروقات تبقى وفقا للسعر العالمي، على الرغم إن إحنا 55% من منتجاتنا من أسعار محلية، لكن خليني حتى باعتبار ان الحكومه اللي بتقوله وانا مش وافق اللي بتقوله ده. نعم. بتقول انه انا السعر العالمي انا ربط الاسعار باسعار عالميه، وعملت لجنه للتسعير. نعم. اللجنه للتسعير للاسف الشديد مرتين تصدم الشارع المصري بصدمات غير متوقعه. نعم. البترول ينخفض مرتين في ظل هذه اللجنه، وتخفض يعني انخفاض رهيب. يعني انا لما يبقى عندي انا الموازنه العامه للدوله بتقول انا هشتري سعر البترول ب 68 دولار لخام برنت، ايوه، ويصل خام برنت من 20 ل 22 دولار، ايوه، وتيجي تصدم الشعب المصري تقول له 25 قرش. نعم. 25 قرش يعني لا تحصل 3% تخفيض من اللتر البنزين. صحيح. يعني خفضت فيه 3%، في حين ان انا عندي التخفيض في السعر العالمي وصل لاكثر من 66%. صحيح. وبالتالي هنا يترك علامه استفهام وتعجب، يعني ايه 25 قرش؟ الغريب كمان انه لجنه تسعير الطاقه بصينا يعني في البيان اللي هي صدرات صحفي بتقول ان هي هتجنب الوفرات من الاسعار اللي موجوده، يعني هي اعترفت ان هناك المواطن يتحمل اسعار على غير الحقيقه. صحيح. عن سعر البنزين المباع لسلعه البنزين المباعه على اللي بيدفعه المواطن، واللي تكلفه السلعه سواء مستورده من الخارج او محليه، بتقول انا هجنب وفرات عشان ان الوفرات دي انا هستخدمها لو ان السعر بعد كده عالي. اولا هذا الكلام مخالف لقرار انشاء اللجنه ذاته. قرار لجنه التسعير البتروليه ليس من دورها تجنيب وفرات، وبالتالي قرار هذه اللجنه كان خاطئ بالمره، يعني صادم وخاطئ. صادم في فكره التكلفه اللي بيقولوا عليها قليله، النهارده قلت بفكره ال 22 دولار بدل 68 دولار للبرميل، وتخفض 3% 25 قرش في امر كان مسار سخريه من الشعب المصري كله بالكامل. نعم. يدي رقم واحد، يبقى هنا البنزين اللي انت خفضته مش صحيح. طيب الغريبه كمان ان الموازنه العامه الجديده حاطه لي دعم للبترول 28 مليار و193 مليون. طب انت بتحط يعني انت بتحط دعم 28 مليار هتقول لي اصل انا بتحوط. لا، القرايه اللي باينه لاسعار البترول لا، ده في تنازل شديد جدا، ما ينفعش تحطه لي انت على 61 دولار. يبقى حتى قراءه الحكومه للمشهد ووضع ارقام تبين ان حتى ارقام الموازنه الجديده 2021 غير صحيحه. لما اجي انقل بقى على الختام بتاع 18 19 عشان ما نلبكش المستمع، نعم، حرق البوتاجاز ده الحكومه بتقول لي انا البوتاجاز دعمها 23 مليار والبنزين دعمها 7 مليار، ازاي؟ نعم. ده في اللي فات، في الختام اللي فات. نعم. 18 19 بتقول لي انا دعم السولار ب 46 مليار، كلام غير منطقي. طيب نيجي بقى للموضوع بتاعنا اللي بنتكلم فيه. خفضت هي زي ما احنا اتفقنا ال 25 قرش في البنزين، وده كان صادم جدا للشعب المصري.
فوجئنا كمان راحت مخفضة المازوت 8%، 4250 كان سعر الطن خليته 3900 للطن. والعجيب والعجيب انه قال لك لا، ان التخفيض ده لا يشمل الكهرباء ولا المخادر، انا بقى خفض ده للصناعه لكن لا بخفضه للكهرباء ولا المخابز. طب ده سلعه الكهرباء النهارده غاليه جدا على كل المواطنين، ما ينفعش تمشي على سطر وتسيب سطر. صحيح. انت كيفيه تكلفه المازوت اللي بتدار لمحطات الكهرباء ده تكلفه عاليه جدا، ده كان هيرجع بمردود على الشعب المصري. اسعار الكهرباء تتراجع شويه، يبقى اسعار الكهرباء تتراجع. لا، خرج منه الكهرباء وخرج منه المخابز. المخابز في لفته في منتهى الغرابه كيفيه ان انت تخفض المخابز، لان دول من اكتر الاشياء يعني اتصالت بالناس والجمهور. طبعاً. النهارده سلعه الكهرباء في يعني كل البيوت النهارده بتكوي ظهرها، الثمن فظيع جدا. صحيح. صحيح. نيجي كمان على السولار. شمل من يوم ما اتعملت لجنة التسعير البترولية لم تخفض سعر البترول والسولار ولا مرة. نعم. في شيء غريب جدا. طبعا احنا بنقول البرميل البترول اتخفض النهاردة بنسبة 66% عما انت كنت متوقع. السولار ده بيخش في النقل الجماعي، يعني بيخش في نقل الافراد في الاتوبيسات وفي القطارات وفي الميكروباصات. صحيح. النقل الجماعي كله بالكامل، انت النهارده ما حسش بالتخفيض دوت، انت عليت عليه مره واحده في سنوات قليله، ولما ينزل ما جتش جنب السولار. السكه الحديد برضو دي منشال بتنقل الملايين، مرافق بتنقل الملايين يوميا. بالظبط. النقل الجماعي هنا ما حسش بيه المواطن. كمان انت النهارده ما خفضتش سعر السولار على حاجتين مهمين تاني للميكنه الزراعيه للفلاح. صحيح. النهارده الفلاح بيعاني من مدخلات الانتاج بشكل غير عادي، الفلاح يكاد يكون هجر الزراعة، وإحنا النهاردة حتى في ظل جائحة كورونا النهاردة أنت الأمل كله في ظل العالم قفل على بعضه، العالم ما بيطلعش السلع بتاعته، أنت النهاردة عايز الفلاح ده هيبقى إيد ورجل الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. نعم. كان من المفترة تخفيض سعر السولار للميكنة الزراعية. صحيح. مفترة تخفيض سعر السولار لمراكب الصيد. صحيح. مراكب الصيد 60% من تكلفة الاسماك بتكمن في تكلفه العقود اللي هو السولار. نعم. يبقى هنا انت النهارده لا يعني، وانت حضرتك يمكن يعني برضو في قطاع مهم، قطاع الانشاءات يا طلعت بيه، قطاع اللي هي الشاحنات اللي بتودي الاسمنت والطوب ولا وكمان الاوناش اللي بتشتغل في الطرق وفي المعمار، قطاع يعني قطاع محرك للاقتصاد كله القطاع ده. يعني ده برضو من الشيء الغريب جدا، ده اللي كان مسار ان انا كنت بسال فيه في طلب الاحاطه. نعم. لماذا لم تقترب من سعر السولار؟ نعم. انت النهارده ليه ما خفضتش ده؟ بالرغم ان ده اللي بقى اللي هيلمس مباشره مع المواطن اللي النهارده اتحولت النهارده الطبقات الوسطى بقت طبقات فقيره. نعم. والطبقات الفقيره تحولت من فقيره الى الفقر المدقع. نعم. فما كان يجب ان النهارده عندي انا الطاقه المحرك ده، ما كان يجب الا ان احنا كنا خفضناهم عشان الناس النهارده بالمعاناه الشديده اللي بتعانيها. انت ربنا ادالك حاجه النهارده سعر البترول انخفض، يبقى ليه النهارده ما تخفضش ده على الناس؟ نيجي بقى نتكلم بقى على لجنه التسعير ذاتها. نعم. تشكيل اللجنه في حد ذاته خاطئ. نعم. اللجنه متشكله من مين؟ من الهيئه العامه للبترول ومن وزاره البترول ووزاره الماليه. يعني هنا البترول هو الخصم الحكم في ان واحد. ده كلام لا يستقيم. ولذلك انا طلبت في طلب الاحاطه باعاده تشكيل اللجنه، يبقى فيها الهيئه العامه للبترول، وزاره البترول، وزاره الماليه، وزاره التخطيط، وزاره النقل. لا لا، انت ازاي بتسعر اسعار بترول ومع وزاره النقل مش موجود؟ لا يا ريت برضه حضرتك طلعت وزاره إيه؟ التموين يكون في ممثلين للناس صناعات. للناس لحد برلمان اتحاد الصناعات يبقى ممثل. نعم. اتحاد الغرف التجاريه يبقى ممثل. نعم. في لجنه تسعير المواد البتروليه، طالما غاب دول يبقى انت النهارده خليت لجنه عباره عن وزاره البترول هي اللي خصم وحكم، وهي اللي تقول اللي عايزه تقوله. لا احنا عارفين التكلفه كام، ولا عارفين هو بياخد القرارات دي ازاي، ولا نعم. الكلام ده كله مش منضبط. ولذلك انا كمان طلبت في طلب الاحاطه ان لجنه التسعير المواد البتروليه يضاف اليها من ممثلين من وزاره التخطيط، من وزاره النقل، من وزاره التموين، من اتحاد الصناعات، من الغرف التجاريه، لان دول عصب الاقتصاد واستخدام الطاقه بيبقى عندهم عالي جدا،
فلابد يبقى دول ممثلين عشان يبقى دول هم النهاردة يبقوا حريصين على ان احنا نشوف. يا ريت برضو في جانب من ممثل الشعب يا سيادة النائب يبقى ممثل. ما هو انا بعتبر ان الاتحادات اتحاد الغرف التجارية ده ما هو ده شعبي مش حكومي. نعم. واتحاد الصناعات ده برضو يعتبر شعبي مش حكومي. نعم. الاتحاد الصناعات ده دي مش كيانات حكومية, دي كيانات أهلية. نعم نعم نعم. أخذ بات سيادتك معايا, بالإضافة طبعا للوزارات المعنية النقل والتموين والتخطيط. صحيح صحيح. أخذ بات سيادتك معايا. نعم. من هنا إحنا يبقى لجنة التسهيل البترولية ثبت فشلها تماما, لا تعمل بشكل اقتصادي, هي تعمل فقط بس عند الزيادة وعند التخفيض مبني القاش. نعم. وبالتالي لابد من إعادة النظر فيها. طيب ماذا بعد يعني طلب الأحاطة, يعني ايه المسار وصل لغاية فين وعملوا ايه؟ والله طبعا احنا المسار احنا يعني للأسف الشديد نحن كنواب لهذا الشعب نحن لدينا أدوات برلمانية. نعم. كل بقى الحكومة تتقاعس في الرد واحنا كمجلس نواب لا نتخذ الإجراءات اللازمة أمام الحكومة, يبقى ده العيب علينا احنا كمجلس نواب, لان نعم. احنا مجلس, لان النهاردة بحكم الدستور والقانون على الحكومة ان تأتي. انا تقدمت بالطلب. نعم. هيحال للجنة المختصة الطلب الأحاطة ومنتظر يحدد له جلسة للمناقشة إن شاء الله. نعم. يعني إلى أن يتم يعني مناقشة هذا الطلب, الطلب حيوي يعني الحقيقة بنحييك طلعت به على هذا يعني على يعني إحساسك بنبض الناس والتعبير عن متعبهم, وهو هذا نموذج للبرلمان الحقيقي الذي لا ينفصل عن القاعدة الشعبية لدائرته. في نهاية هذا اللقاء بنشكر سيد النائب طلعت خليل النائب البرلماني عن السويس وعضو لجنة الخطة والمزن. نشكرك طلعت بي. شكرا يا فندم, كتر خيرك. شكرا, كل سنة وانت طيبين. انت طيب يا فندم. شكرا. سكة سفر مع هاني عمارة.